بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه القائل: النساء شقائق الرجال. معالي الأخ الزميل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر الشقيقة، أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي سروري أن يقام مثل هذا المؤتمر الدولي العظيم تحت عنوان دور المرأة في بناء الوعي، وهذا لا شك أمر مهم جدا يحتاج من الجميع سيما المؤسسات الدينية العناية والرعاية والتوضيح والتبيين للناس مدى أهمية المرأة في المجتمع وفي المساهمة في بنائه وتطويره وأمنه واستقراره. يزداد هذا المؤتمر أهمية أنه تحت رعاية فخامة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبأيضا تنظيم جيد من معالي وزير الأوقاف في مصر. فلقد عني الإسلام بالمرأة عناية فائقة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، فقد بيّن الله جل شأنه في كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته حقوقها وواجباتها، وحفظ الإسلام كرامتها وأمر ببرها أماً وصيانتها أختاً وبنتاً والقيام بحقوقها كزوجة وشريكة في بناء الأسرة التي يقوم عليها بناء المجتمع. فقال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إن المتأمل في النصوص الشرعية يجد فيها رقي التعامل مع المرأة والأمر بالقيام عليها دون تعسف أو ظلم، بل ذهبت النصوص إلى أبعد من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمرأة في الإسلام مصونة الجناب، محفوظة الحقوق، محل العناية والاهتمام. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فلا يجوز أبدا تنزيل ممارسات الشخصية أو الأعراف والتقاليد المجتمعية التي فيها ظلم أو تعسف ضد المرأة على أنها من تعاليم الإسلام وآدابه، بل هي ممارسات إجرامية حرمها الإسلام ونهى عن ظلم المرأة أو إيقاع الأذى عليها بأي صورة من الصور، حتى عند النزاع وطلب الفراق وتعذر الاستمرار الحياة الزوجية. أيها الحفل الكريم، إننا في المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله،
وبدعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أدام الله توفيقه، نفاخر بتجربتنا في هذا الميدان، حيث حفظت المملكة حقوق المرأة وكرامتها، ونالت نصيبها في التعليم والصحة والحقوق المالية والفرص والوظيفية والقيادية، وهي اليوم تنافس في ميادين البناء لهذا الوطن المعطاء في جميع المجالات داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بفضل من الله ثم بجود وبجهود سمو ولي العهد وفقه الله وأدام وجوده، الذي يقدم كل أنواع الدعم للمرأة في المملكة، حيث تبوأت مناصب قيادية عليا ووصلت إلى مرتبة وزيرة. ومن النماذج معالي الدكتورة هلا التويجري رئيسة هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وسفيرات تمثل خادم الحرمين الشريفين في 6 دول من الدول العظمى على مستوى العالم. كما أصبحت المرأة تمثل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، حيث تشغل الأميرة هيفا المقرن منصب المندوب الدائم للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم اليونسكو، ويعد مجلس الشورى ويعد مجلس الشورى السعودي صورة من صور المشاركة بالحكم في المملكة العربية السعودية. وفي هذا العهد الزاهر الميمون ارتفع عدد عضوات المجلس إلى نحو 30 عضوة، من بينهم مجموعة من الذين يحملون مؤهلات عليا ولله الحمد، ومنهم من تشغل منصب مساعدة رئيس مجلس الشورى، مما يعطي دلالات واضحة أن حقوق المرأة أصبحت نموذجاً مشرفاً، ولم تتوقف المرأة السعودية عند حدود المملكة، ولكن وصلت إلى العالمية. فمثلاً الدكتورة غادة المطيري تشغل منصب المدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في جامعة كاليفورنيا، إضافة إلى تميز المرأة السعودية في المجال الاقتصادي في رئاسة مجالس الشركات الريادية الكبرى، وفي مجال التعليم نالت تمكنا متميزا من خلال المناصب الإدارية القيادية ورئاسة عدد من الجامعات. وفي القطاع الصحي أيضا حصول عدد كبير من الطبيبات السعوديات على براءة اختراع في تخصصات دقيقة وأبحاث علاجية متقدمة في طب النانو وهندستها، وفي مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات. سجلت المرأة السعودية حضوراً فاعلاً في الأبحاث التقنية والاستشراف التكنولوجي، وتقدمت المرأة السعودية في مجال الفضاء والملاحة الفضائية وهندسة الصواريخ وحقوق الإنسان وغيرها الكثير، مما يعكس نجاح تجربة المملكة العربية السعودية في تكريم المرأة والعناية بها وتمكينها. وامتداداً لمنهج قيادتنا الرشيدة، تعمل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية على تمكين المرأة في كافة قطاعاتها، حيث تم تعيين أول وكيلة للوزارة في منصب وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي كأول منصب قيادي على مستوى الوزارة منذ إنشائها قبل نحو 30 عاماً. كما تم خلال السنوات الخمس الماضية تعيين أكثر من 6000 امرأة في مختلف الوظائف القيادية والإدارية في الوزارة، منها تعيين نحو 1300 داعية وواعظة لمخاطبة المرأة والقيام بالدعوة والوعظ وفق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وذلك إيماناً بأهمية دور المرأة في البناء والتنمية وتماشياً مع تحقيق رؤية المملكة 2030 وتمكينها من أداء رسالتها الدعوية والإدارية من خلال المشاركة الفاعلة في الدروس العلمية والدعوية وغيرها. كما أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة خلال منابر الجمعة ومناشط الدعاة وبرامجها المختلفة على حفظ حقوق المرأة وصيانتها وبيان منهج الإسلام في تكريمها ودورها الريادي في بناء المجتمع. أيها الحذ الكريم، نحن اليوم نجتمع لنؤكد كمعنيين بالشأن الإسلامي الدور الكبير للمرأة المسلمة وما ينبغي أن تكون عليه لبناء مجتمع إسلامي شعاره العدل والرحمة والتسامح والتمسك بالقيم الإسلامية الفاضلة. وهذا المؤتمر بعنوان دور المرأة في بناء الوعي جانب من جوانب تكريم المرأة في الإسلام، لأن رسالتها تقوم على بناء الوعي الديني والثقافي لخدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل في ظل تعاليم الإسلام السمحة وقيمه النبيلة وتعزيز قيم التسامح والتعايش. ولا شك أن هذا يعكس دور المرأة الفاعل في مجالات الحياة المختلفة لتسهم في بناء مجتمع يسوده الوعي والرقي والتقدم والسلام، وتثبت جدارتها ودورها في بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته. فالمرأة الصالحة هي سد منيع وحصن واقل للمجتمع من تجار الحروب ومروج الفتن وأصحاب الحزبيات والتوجهات الفكرية الضالة. وفي الختام أشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر من إقامة هذا المؤتمر النوعي بمضمونه، وأشكر راعي المؤتمر فخامة الرئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي قائد هذا الكيان العظيم بموقعه الجغرافي وبطبيعة شعبه الطيب المحب لوطنه وقيادته. كما أشكر دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي على مشاركته الفاعلة في هذا المؤتمر. والشكر موصول لمعالي أخي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري على حسن التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر المهم في موضوعه ومحاوره وتوقيته. كما أشكر جميع المشاركين في هذا المؤتمر الطيب، آملين أن يخرج المؤتمر إن شاء الله بتوصيات تنعكس على أرض الواقع في تعزيز رسالة المرأة المسلمة وإعدادها لتكون عنصراً فاعلاً يبني الأسرة ويحافظ على قيم المجتمع الفاضلة ويسهم في تحقيق التقدم والرقي في ظل وسطية واعتدال الإسلام ورحمته وسماحته. كلل الله المساعي بالتوفيق والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.